ይህ የአዲስ 1879 የራስጌ ማስታወሻ ነው። በአድዋ ጦርነት ዋዜማ እቴጌ ጣይቱ ብጡል ብርሃን ዘኢትዮጵያ ከአጼ ምኒልክ ጋር በግዙፍ ድንኳናቸው ደጃፍ ላይ በመቀመጥ ከአካባቢው ሕዝብ ጋር ይወያዩ ነበር። በተለይም በራስ መንገሻ ዮሐንስ አቅራቢነት ባሻ አው አሎም ሐረጎትና ገብረ እግዚአብሔር ጊላ የተባሉ በጣሊያን ጦር አዛዦች አመኔታ ያገኙ የአካባቢው ተወላጆችን በኢትዮጵያዊ ፍቅር ጀግንነት ተቆጭተው ለሀገራችን ምንድን እናድርግ እያሉ እንደሚብሰከሰኩ እቴጌ ጣይቱ ሰምተው እንዲመጡ መልእክት ሰደዱላቸው። ባሻ አው አሎም ሐረጎትና ገብረ እግዚአብሔር ጊላ የእቴጌ ጣይቱ መልእክት ደርሷቸው ሲገሰግሱ ወደ ዋናው ጦር ሰፈር ሄዱ። እቴጌም ውድ ልጆቼ፣ የማን ሀገር ንጉሥ ለጦርነት ተሰልፎ ሳለ የጠላት ምስጢር ተሰውሮበት ይቀራል? የማንስ ሀገር ንግሥት ከባሏ ጋር በጦር ሜዳ ተገኝታ በቆራጥነት ስትዋጋ የጠላት መረጃ ናታ ትቸገራለች? እናንተን የመሰለ ጀግና ልጅ እያላት ብለው የሁለቱን ኢትዮጵያን ወጣቶች ልብ በጀግንነት ሞሉት። ሁለቱ ወጣቶች ኢጣሊያውያን ኢትዮጵያን በጦር ኃይል ደምስሰው መላ ግዛቷን በቁጥጥር ስር ለማድረግ ያለውን ዕቅድ ስለደረሱበት የሐበሻን ሰራዊት እንደ ዝንብ እንፈጀዋለን እያሉ የኢጣሊያ ጦር አዛዦች ሲያወሩ በመስማታቸው ተቆጥተው ነበር። ለእቴጌ ጣይቱ ለሀገራቸው ለመሞት ዝግጁ መሆናቸውን ገለጹ። እቴጌ ጣይቱ ብጡል በርግጥም ለሀገር ተዋግቶ በክብር መሞት ታላቅ ጀግንነት ነው። ጠላትን በተለያየ መንገድ እንዲዳከም በወሬ እንዲፈታ ማድረግም በጀግንነት እንደ መዋደቅ ይቆጠራል። የምሰጣችሁ ግዳጅ አለ፣ ተዘጋጁ አሏቸው። በነጋታው ባሻ አው አሎም እና ገብረ እግዚአብሔር ጊላ ከንጉሠ ነገሥቱ ፊት ቀርበው ለኢጣሊያ ጦር አዛዦች ስለ ስዋሪያ ምሽግና አጠቃላይ አደረጃጀታቸውን በተመለከተ ዝርዝር መረጃ ሰጡ። አጤ ምኒልክም ከእቴጌ ጣይቱ ብጡልና ከመንገሻ ዮሐንስ ጋር በመሆን ያቀዱትን የተሳሳተ መረጃ ለጀኔራል ባራቴሪ እንዲያደርሱ አዘዟቸው። በአው አሎም ሐረጎትና ገብረ እግዚአብሔር ጊላ ለኢጣሊያ ጦር አዛዦች እንዲያደርሱ የታዘዙት መረጃ የካቲት 21 አርብ ማርያም ነች። የሸዋ ሰው ማርያምን ስለሚያከብር ሰራዊቱ ሁሉ አድዋን ለቆ ይወጣል። በሁለተኛው ቀን እሁድ የካቲት 23 ደግሞ መኳንንቱ ሰንበትም ስለሆነና ጊዮርጊስም ስለሆነ ወደ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ይሄዳሉ። ሰራዊቱም ቀለብ ስላለቀበት ወደ መንደሩ ይበታተናል። ንጉሥ ተክለ ሃይማኖትም ከአጤ ምኒልክ ጋር ተቃቅረዋል። ወደ ሀገሬ ገባለሁ እያሉ ነው። ራስ መኮንንም በንጉሡ ላይ ሊያምፁ ነው። በዚያ የኢጣሊያ ጦር ድንገተኛ ጥቃት ቢሰነዝር ንጉሠ ነገሥቱንና እቴጌ ጣይቱ ከጥቂት ዘበኞቻቸው ጋር ከነከባድ መሣሪያዎቻቸውና ጥይቶቻቸው ጋር ሊማረኩ ይችላሉ የሚል ነበር። ይህንን የተቀነባበረ መረጃ ጄኔራል ባራቴሪ በአው አሎምና በገብረ እግዚአብሔር ጊላ ሲሰጠው አስተማማኝ መሆኑን በማመን ሰራዊቱ ለማጥቃት እንዲዘጋጅ ትዕዛዝ ሰጠ። ቅዳሜ ሌሊት ሲሄድ አድሮ ንጋት ላይ አድዋ ላይ የደረሰው የኢጣሊያ ጦር ወደ ቀዳሚው ጦር የራስ መንገሻ ዮሐንስ ጦር ሰፈር ደርሶ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ተኩስ ከፈተ። በአራቱም አቅጣጫ አድፍጦ ያደረው የኢትዮጵያ ጦር በጀግንነት ከጠላት ጋር
يودك جمرا رفاد لاي باندن يوت أورغن بار سراويتون سيمراين براو يأيت آليان جنرال ين أو آلوم مرجا يهسات مونون تغنزبو أو آلوم أو آلوم إيالسي تارا أو آلوم النا غبرك زيابهير جلا كأيت آليانو اشتلايتو كوغن تورغار تسلفو سيواقونا بار قانون مولو سيفال لمو يوالوت إثيوبياويان بفتس أموت جغننت كمشتو أسرا خلس ساعت لاي يكاتيت هيا سوستكن شي سمتمتو سمانيا سمن عمتمرت دلو يا إثيوبياويان مهنو تاوكا تيجيت ايتو برهان زا إثيوبيا دلو بتغن يبت فلميا يترابوتننا يتتأموتن كماستنا قدالفو يكوصلوتن بماكم يدكموتن بما برتاتاتنا واني بمكاسكاس بتأرميدا وقباتشون بمكأن تاسرو أمرار بمستات يواقونا يواقوين ببروت عندنات يهايل مستر منش بمهنوناو تيجيت ايتو بتول برخان زا إثيوبيا جغننتنا قدل زل ألم هياهونو بطاريك سيذكر ينورال عدوى يدلاتشن برهان ود ياديس أسراس منت سبازت أين عدماجوج لوديتو حقراتشن دار دمبر مكبر دماتشون يفسسو أتنتاتشون يكسكسو قدمت أباتو جاتشن لهاجر فكر سلو يكفلوت مسوات النت تنقرو يميال قايد اللم عدوى يدلاتشن بسرات يأيتيوبيا بتشاسيهون يأفريكاويان كورات يهونا تاريكناو يهنن تاريكاتشنن كفنا درقو كفتاون تابكن يزيه زمن تولد يهونو دقمو مدرق قدمتو هاجراتشنن بمجنبات كفتوان يبلتا بما صدق بتسمارن بت يمويا مسك وجنن ياغلغلن يقدم سماچنن يلاقا انادقو يهننما مچاطانو يچن بالا تاريخ هاجر ايتوبان زاريم بقدم سمنا كبروا طبقن لمزلق ايسران ايلفان إيادك من النقنيالن مالتاتشون قمتن دس بلونال أو عدوى يدلاتشن مسالتنو يانقزي قدم تاباتو تشاتشن لهاجر نسعنتنا كبر سيوادكو زر حيمانوت بهير التتعيقوم كفي اللفتاتشو اس قدموت عندتوان إتيوبيان نبر بزيام دلن تغونا صفو تاريكن لبسو تاريكن اللبسون دلاغونا صفون الفوال زاريجن انيا ينزيا جغنوج لجوج بزر تلايتن ببهير تكفافلن عندن تاجن زكتن هلاجنم بيقو تاجن ياسبن إتيوبيا يمتبالوان تلقوان قدمتوان حقر إيزن قانات متنال يهنقر ماسو قدان يتركبنون أدرا مسكت اللبن مدرك أدمتوان هاجراتشنن كف مدرك يتأبك أبنال أو إيتوبيان مدرك أدمتوان كف نادرقات كفتوان دقمو إنيال جوتشوا بزمناتشن بتسماران بتيمو يامسك حلا في النتاتشنن بموتات وغنن بماغلقل تامان ياغلقاي أنهون يهنن ما نادرقوالن مالتاتشون قمتن دس تبلونان إننا مسكنا لن بكتاي أني هون دامارا بن تمال لسن متعلن إننا مسكنا لن عدس حسرس من سباستي